انا عايزه اقول لكل الرجاله اللي بتشوفنا دلوقتي، ما تفتكرش ان هي مجنونه، هي صحيت من النوم كده خدت قرار الانفصال. لا، الست لما بتاخد قرار زي ده وبتمشي بجد وبتعمل بلوكات زي ما نور قالت كده، دي بتبقى استنفذت كل طاقتها، جربت معاك كل الحلول، جربت كل حاجه، اتجرحت قوي، تعبت قوي قوي في العلاقه دي، لانه قرار الانفصال دايما بيكون صعب قوي على اي واحده، الا اذا عملت كل حاجه، عدت معاك بكل الصعوبات، اديتك كل الحلول اللي هي شايفه ان هي ممكن تخلي العلاقه دي تستمر. فاحنا مش مجانين، وما بنقومش كده في يوم وليله نبص نلاقي نفسنا ايه، انا هسيبك، او انا ههد البيت، او انا هخرب البيت. عمر ما في واحده بتخرب بيتها. لعلمك القرار ده بيبقى صعب على الست قوي 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 اكتر من الراجل. احنا معانا بقى الدكتوره هاله حماد الاستشاري النفسي، اللي هتقول لنا بقى ازاي نقدر ننسى، وازاي نقدر نكمل، ازاي نقدر نطلع من علاقه فاشله اتسببت لنا في جرح، اتسببت لنا في مشاكل نفسيه كتير، لانه الجرح مش مشكله هنعالجه وهنداويه، انما المشاكل النفسيه اللي الست بتتعرض لها بعد الانفصال بتفضل مكمله معاها يعني شويه الاثر اللي بيبقى طابع في نفسيتها. بالظبط. تمام. معانا دلوقتي دكتوره هاله حماد الاستشاري النفسي. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. طيب دكتور، عايزين نسأل حضرتك في موضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، ازاي الواحد يموف اون او يتخطى علاقة فاشلة كانت في حياته. فعايز اعرف من حضرتك في البداية كده، مين بينسى اسرع، الست ولا الراجل؟ الراجل عقلاني اكتر، الراجل يعني بيبقى صعب عليه وبيتألم، بس شغله بياخد مركز كبير في حياته وفي تفكيره. الراجل بياخد وقت على ما يستوعب ان الست سابته، وبعد كده كتير منهم بيندموا بيحاولوا يرجعوا وكلام من ده. لا، ده مش معناه ان دايما الست صح. انا برضو شفت راجل هو اللي خد قرار الطلاق، لان هي شكاكه جدا، وان هي بتصحي الساعه 2 الصبح تناقشه في مكالمه تكلمها وتتخانق معاه، وصوتها عالي وبتتخانق مع الولاد، فالعيشه معاها مش سهله. فكان واخد قرار نهائي ان هو مش عايز يقضي بقيه عمره في المشاكل والصوت العالي والغيره الزياده. فحتى انا حاولت اثنيه عن هذا القرار، ولكن هو صمم. فيعني انا بقول الست المصريه ما بتاخدش، لو هي خدت القرار ما بتاخدوش بالسهل. بصي، في جت فتره في مصر كان اسهل القرار، كتير من الستات قال لك سترونج اندبندنت وومن، وانا مش هقبل اي حاجه. صح، في خطوط حمراء ما تقبلهاش، تمام، ولكن في حتت محتاجه انا اساعد جوزي يفهمني، يفهم احتياجاتي، اتنازل عن بعض حاجات واقبل بعض حاجات، اركز على فوكسنج على مميزاته بدل ما انتقده. حلو. وافكر، فدي مرحله عدت، وكثير من الستات رجعوا لازواجهم او ندموا لان ما لقوش العلاقه اللي في خيالهم. كانوا متخيلين ان هم هيلاقوا الشخص اللي يدلعها ويحبها ويجيب لها الفطار في صينيه في السرير، ده ما بيحصلش. فهي تخيلت كده، وشفت واحده قالت لي جوزي كويس بس مش موفي احتياجاتي النفسيه. لكن لو هنقول عامة الناس دلوقتي النهاردة في 2023 و2022 ما بياخدوش قرار الطلاق أو الخلع إلا لما تكون استنفذت جميع طرق حل المشاكل. ده بيفيدها في إيه؟ في إن هي لما تحاول تموف أون أو تتحرك لقدام، إن هي بينها وبين نفسها عارفة إن هي جربت كل حاجة وحاولت كل حاجة، فبيبقى أسهل لها انها ما ترجعش تبص ورا وتقول طب ما كنت جربت كذا، طب ما كنت حاولت كذا، طب وهكذا. فاحنا النهارده لو بنتكلم على اللي خدت قرار وانتهت العلاقه، محتاجه قبل ما تنهي العلاقه تكون حاطه خطوط واضحه لشكل العلاقه ما بعد الانفصال.
شكل العلاقة ما بعد الانفصال. لا احنا مش عايزين يبقى في علاقة خالص يا دكتورة بعد الانفصال. لا لازم لو في ولاد، ما فيش ولاد خلاص الله يسهل لنا وكل واحد في حاله وربنا. لو في يعني لو في ولاد صح عندك حق، لكن لو اتنين مرتبطين ما فيش بينهم ولاد او هم حتى مخطوبين، احنا بنتكلم بالزبط. كمان عن الولاد الصغيرة او اتجوزوا ربنا لسه ما كرمهمش، فبنتكلم ازاي تتخطى ده وازاي تنسى ده. بصي هو الحياة تجارب وتجارب، يعني ما ينفعش اقول ايه انا صح على طول وهو غلط على طول. طبعا هو زي ما يكون ترسين ما ركبوش على بعض صح. مجموعه اسباب، فالصح ان انا اتعلم وان انا ما اضحكش على نفسي واقول هل انا سمحت له بالتعدي اللفظي عليا؟ ما حطيتش خطوط حمراء من الاول؟ مثلا حدي مثل، هل هو شخصيه بتاع ستات وهو لسه خاطبني بيروح يصاحب دي ويكلم دي؟ يبقى انت تبقي في منتهى الساتسفاكشن انك خلصتي منه. طبعا طبعا، لان ده ما ينفعش تكمل معاه. او في راجل يخطبك ويقلل من شأنك، صحيح انت مال شعرك كده، انت مالك لابسه كده، اذا انت بتفهميش ده شكل خالص. الجمل دي حتى لو بهزار غير مقبوله. صحيح طبعا طبعا طبعا. هو بقى يعني الفكره في الموضوع ان هي ما بتعرفش تتعدى يعني وتخطي الحاجز النفسي اللي حصل بينها وبينه. يعني هي بتفضل في دايرة مغلقة يا دكتورة، مش عارفة اوصف لك. هو كل لص او خسارة لها فترتها، وزي ما انت قلتي في ناس بتفضل في الدايرة المغلقة دي، وده زي الجريف. الاول بيبقى في شوك ان انا بتخض، ايه ده انا كنت لسه معاه امبارح وبنكلم كلام رومانسي والنهارده خلاص القصه انتهت. فبيبقى في دينايل في الاول، دينايل شوك ودينايل، وبعدين بعد كده في نوع من الانجر. طب ليه حصل كده؟ طب ايه اللي جرى؟ طب فلانه السبب، طب تلتانه السبب. يعني بتدوري حد بقى توقعي عليه الغلط. الشماعه، بدور على الشماعه في الوقت ده. بالظبط. متهيألي يا دكتوره حضرتك برضو تقصدي في كلامك الاولاني ان هي ما تلومش نفسها على اي حاجه حصلت في العلاقه دي. يعني ما تقولش اه طب ما انا كنت السبب، ما انا اصلا ممكن يكون شكلي ما كانش عاجبه، طب ما انا اللي كان تعاملي معاه ما كانش كويس هو السبب في ده. انا عشان ما جيت عليه، انا زنيت، انا اهتميت زياده، انا عملت، انا سويت، انا 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 انا. فبيفضل تحط عبء على نفسها اكتر من العبء بتاع الانفصال ذات نفسه. لو زودتها اه، بس لو هي ما تعلمتش من اخطاء الاختيار للشخص، من اخطاء عملتها مع الشخص، من اخطاء بعض الاهل بيتسببوا في الانفصال، لو ما تعلمتش من ده يبقى هنكرر نفس الاخطاء في العلاقه الجايه. ففي فرق ان انا بكت نفسي وانب ضميري واوجع قلبي لغايه ما اوصل مرحله ان انا اكتئب، وفي فرق ان انا والله انا غلطت في كذا، تمام المره الجايه مش هعمل كده، هو غلط في كذا، خليني عقلانيه شويه. لكن اضحك على نفسي واعمل دينايل واقول لا لا انا ما غلطتش، ده هو اللي وحش قوي، يبقى انا بضحك على نفسي. ما فيش علاقه، يعني هنقول غلطت في الاختيار ابسط حاجه، يعني ده هو وحش قوي كده. طيب دكتور هلا معلش انا كنت عايزه اسال، انا عرفت اخطائه وعرفت اطلع من العلاقه، فيعني فمفروض يكون في نوع من اوكي اتعلمت، ساتسفاكشن بتعلمت، طب انا مين وعايزه ايه من حياتي، وعايزه الناس تشوفني ازاي وانا اشوف نفسي ازاي. دي مجموعه اسئله تسالها لنفسها. بالظبط، هي دي اللي هتحدد لها الطريق يمكن يا دكتور اللي هتعرف تمشي عليه. بالظبط. طيب انا كنت عايزه اسال حضرتك تقريبا قد ايه الوقت الصحي اللي فيه الواحد يقدر يعني ينسى جرحه شويه، او ان هو يبقى خلاص يتعامل كل سنه. ما هي بتقول يوم يا دكتوره. يوم؟ لا ما هي بتقول يوم واحد، مش عايزه تديها ثلاث ايام. مستحيل. هو يحيينا ويحيكي ربنا يا دكتوره. هو العمر فيه كام سنه؟ من ست شهور لسنه. هو ده الواقع، وطبعا بيتوقف انا قعدت معاه كام سنه. لو هو يا دكتور فعلا انسان مؤذي جدا وفعلا هي عانت في حياتها معاه كتير، انا شايفه ان هي ما تضيعش وقتها في السنه دي وتقلب الصفحه وتحمد ربنا وتبوس ايدها وشه وضهر ان هي عرفت تخلص منه وتبدا بقى تعيش حياتها.
تبدأ بقى ايه؟ ولا حد هيقول لي رايحه فين ولا جايه منين ولا حدوي. تلبسي ايه ولا ما تلبسيش ايه ولا عامله شعرك اللون ده، لا انا بحب اللون ده، كل حاجه من دماغي انا. بصي يا حبيبتي، السنه دي المقصود بيها ان انا بداوي فيها جروحي، السنه دي ان انا بكتسب فيها ثقتي بنفسي، السنه دي ان انا بخرج من الشال اللي انا كنت عاملاها لنفسي او هو عاملها لي، وبتحرك للقدام بالتدريج، سواء أيوة. في بناء نفسي او بناء ثقتي بنفسي او ان انا الاقي طريقي الجديد اثناء السنه دي. اه طبعا مش هقعد بقى انكمش في البيت واقعد اعيط سنه على اللي ضاع وحياتي تضيع وكاريري يقف ومستقبلي لا اثناء السنه انت بتبني نفسك، بتعيدي ترتيبك من الاول وجديد لحياتك تاني. ايوه تبدا على طول. بالظبط، وهو عشان كده لازم نديها من 6 شهور لسنه عشان تقدر تبتدي علاقه جديده، لان انا داخله برضو بفكر سنه، عشان لكن لما قلتي لي اسبوعين شهر شهرين انك تبتدي علاقه جديده وانت لسه في جرح من القديم بتظلمي الجديد، لان انت داخله متحفزه. بالظبط، داخله خايفه، داخله متعوره اصلا، يعني هي اصلا عندها جرح، هي داخله متعوره اساسا، فهي اكيد مش محتاج يعني مش تستحمل حد يعملها كده. اه بالظبط، فما تطلعش من علاقه لعلاقه اخرى تداوي بيها العلاقه الاولى.